السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في قناتكم العربية المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد، والضغط على زر الإشعارات أيضا ليصلك كل فيديوهاتنا وربح المال من الإنترنت. $300 هدية مجانا. النهاردة ان شاء الله في الفيديو دوت هعلمك ازاي تكسب اقل حاجة $300 هدية مجانا. ولما بقول $300 انا مش مبالغ، لان فعلا الايردروبات بتاعت منصة لوبيت بتجيب المبالغ ديت. لو حضرتك كنت متابعني قبل كده على القناة هتلاقيني ساحب حوالي $400 قبل كده بايردروب مشابه للايردروب اللي هنشرحه النهاردة. تمام، زي ما انت شايف اول حاجة هو طبعا الايردروب على منصة لوبيت، فلازم أن تكون عندك اكونت على منصة لوبيت. طبعا هتخش على المنصة، لو انت ما عندكش اكونت هتدوس على كلمة ريجستريشن من فوق من هنا كده، هتفتح لك الصفحة دي، تكتب هنا اسم الاكونت، هنا الايميل، هنا كلمة المرور، هتعيد كلمة المرور وتقوم دايس على كلمة اي اجري، بعد كده هتخطي الكباتشا، وبعد كده تقوم دايس على كلمة ريجستر. هيبعت لك ايميل على الايميل، طبعا بتأكد الايميل، وبعد كده بتفتح لينك رقم 2 طبعا هتلاقيه تحت الفيديو. تمام، اللينك بيظهر لك بالشكل دوت، جيت 1700 فري دولارز. تمام، بتقوم دايس على كلمة كليك هير تو جيت 1700 فري دولارز، بتقوم دايس هنا كده بيظهر لك الصفحة ديت اوبن تليجرام ديسكتوب، ده لو انت على الجهاز. تمام، لو على الموبايل هيقوم داخل على تليجرام على الموبايل وخلاص. تمام، لو انت طبعا منزل التليجرام، لو مش منزل التليجرام نزله. طيب هنقوم دايسين على كلمة اوبن تليجرام ديسكتوب، زي ما احنا شايفين فتح لنا بوت التليجرام، هو ده البوت اللي هنقدر نحصل من خلاله على 1700 فري دولارز. تمام، انت اول ما بتفتح البوت بتلاقي هنا كلمة ستارت، تقوم داس على كلمة ستارت بيظهر لك القائمة دي كلها. تمام، بتدوس على اول حاجة اللي هي جيت 1700 فري دولارز. تمام، زي ما انت شايف بيقول لك اول حاجة جوين اور شانل، تقوم داس هنا كده تلاقي هنا، طبعا انا دخلت في الشانل خلاص، هتلاقي كلمة جوين شانل اللي هنا تقوم داس عليها، وبعد كده بيقول لك جوين برضو الشانل الثانيه تقوم داس عليها، برضو هتلاقي نفس الكلام زرار هنا تقوم داس على جوين الشانل. تمام، تقوم داس عليه تقوم داخل الشانل. هنا ثالث حاجه بيقول لك ايه، سجل على لوبيت، احنا كده كده اصلا سجلنا خلاص. تمام، بيقول لك ايه بقى، افتح اللينك دوت وهات الكود اللي فيه، يعني هناخد اللينك ده كده كوبي لينك، هنقوم واخدينه كوبي لينك، وطبعا هنيجي على عنوان المتصفح من فوق ونحط اللينك، هيفتح لنا بالمنظر دوت، بيقول لك لو سمحت عدل الكباتشا، اقول له اوكي. هنا بيقول لي زي ما انت شايف الباص اللي هو جايب لي ثلاث صور فوق عباره عن باص، يعني انا هدور على الصور اللي فيها الباص واتخطاها اهو، بعد كده داس نيكست، نفس الكلام صور اللي فيها الباص نيكست، قال لك اوكي. زي ما احنا شايفين جاب لي الكود بتاعي، قام داس على كلمه كوبي كود. تمام، طبعا انا فاتح الاكونت بتاعي، لازم تكون فاتح الاكونت بتاعك اللي انت لسه عامله، او لو عندك اكونت نفس الاكونت على اليوبيت عادي خلاص، يعني لو انت عندك اكونت على اليوبيت مش محتاج ان انت تسجل. تمام، هرجع بقى للبوت، اقوم حاطط له الكود بتاعي هنا كده باست، واقوم داس على كلمه انتر، وزي ما احنا شايفين بالفعل حصلت على ال 1700 من العمله. تمام، كده انا كسبت 1700 من العمله ديت. طيب العمله هنبتدي ان احنا نسحبها امتى؟ هنقدر ان احنا نسحبها في شهر اكتوبر. تمام، اهم حاجه بقى طبعا نخش على البوت كل اسبوع مثلا مره او مرتين، لان البوت دوت قبل كده لو تفتكر وعمل كباتشا عشان طبعا يعرف الناس اللي هي السبام او مش السبام، يعني حضرتك لازم تخش كل اسبوع تعمل تشيك على البوت دوت، تشوف لو جاب لك كباتشا هنا تحلها. تمام، الدفع هيكون شهر اكتوبر ان شاء الله. ولما بقول لك $300 لانه مرجح قوي، في ناس بتقول كمان هيبقى اكتر من $300 لانه مرجح، طبعا العمله لما بتنزل ممكن تنزل تصل سعرها الى $1، فلو وصلت سعرها ل $1 كده انت يعني هتبقى كسبت كتير جدا. تمام، زي ما حصل في عملة يودا لو نفتكر مع بعض، دروب دوت في ايدك ان انت تكسب منه اكتر من $300 لو نفذت الخطوات اللي انا بقولك عليها. ايه هي بقى الخطوات اللي انا بقولك عليها؟ اللي انت تخش تسجل في الايردروب وتبتدي تنشر رابط احالة الايردروب كمان، بحيث ان انت تكسب مكاسب رهيبة. تمام، وما ننساش نخش كل اسبوع نعمل تشيك كده على البوت لو في كباتشا نحلها عشان نبقى اكتف على البوت. يا رب يا جماعكم فتكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.